للنصر أسباب بلا شك، وهذه الأسباب تقسيمات العلماء فيها للصدق، يعني هي تقسيمات اجتهادية وإن ارتكزت إلى نصوص شرعية. فتجد تقسيمها بهذا الشكل، تقسيمها بشكل آخر، لكن بالمجمل كلها تدور في فلك واحد. فبعضهم ذكر تقسيمات شرعية، وقصد بالتقسيمات الشرعية الأسباب الظاهرة اللي هي المطلوب أن يحققها الإنسان، وهنا الإنسان المقصود به المؤمن، كوننا نتحدث عن النصر الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين. وتقسيمات سننية أو تخضع للقانون الكوني، لعله يكون فرصة في طرحها في غير هذا المقام. الآن التقسيمات الشرعية لأسباب النصر بالمجمل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول معنوي والقسم الثاني مادي. والمعنوي هو أساس في التقسيم الشرعية، لماذا؟ لأن العمل من المسلم لا يقبل إلا إذا ارتكز إلى بعض الأمور، وعلى رأس هذه الأمور الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وعد بالنصر كما ذكر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان أول أساس ومرتكز وسبب لتحقيق النصر الإيمان. وهذا هو الفارق أيضا بين أعمال المؤمنين وأعمال الكافرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لماذا لم يعتبر عمل الكافر وقد يستوي هو والمؤمن فيه ظاهرا؟ لأن عمل المؤمن يرتكز إلى الإيمان، والنصر الذي يتحقق بالجهاد هو عمل في النهاية. وذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ثم موضوع آخر بالنسبة للنصر، لابد أن يكون هناك عبادة، ويقترن بالعبادة الصبر. الله سبحانه وتعالى الذي حقق النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم رباه على عبادة قيام الليل. قام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. والله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، حتى تكون المعية معية الله عز وجل، واللي هي أساس في تحقيق النصر. لابد أن يكون هناك مواظبة على العبادة، لابد أن يكون هناك مواظبة على العبادة. والعبادة الصلاة أساسها، عندما نذكر الصلاة لأن الصلاة هي أساس وجوهر وعمود الدين. وهذا أيضا كما ورد في سورة لقمان، عندما أوصى ابنه قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فالعبادة تروض النفس على الصبر، والصبر إحنا بحاجة إليه في مواقف الجهاد ومواجهة الأعداء. ثم اليقين بأن النصر من عند الله عز وجل، اليقين. الله سبحانه وتعالى أمد رسوله صلى الله عليه وسلم في غزواته بالملائكة، لكن هذه الملائكة حتى يثبت الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أن أساس النصر ليس هؤلاء الملائكة، الملائكة مخلوقات. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيضا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بالقول فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاليقين، هذه كلها إعدادات معنوية.